السلام عليكم. تعالوا نشوف مع بعض كيف ممكن نصل لمعلومات خاصة بشركة معينة. طبعا هذه اللكتشر خاصة بطلاب مقرر الفاينانشال ستيتمنت اناليسيز لطلبة قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر. طبعا بالأول بنروح على الجوجل، في الجوجل بكتب ياهو، طبعا ممكن اول ما اكتب ياهو بيطلع لي ياهو فاينانس، فبختار الياهو فاينانس. طبعا بيظهر عندي ياهو فاينانس، بيزنس فاينانس، ستوك ماركتس، كوتس اند نيوز. بختار الشباك هذا، بيدخلني على الصفحة الرئيسية تبعت الياهو فاينانس. في الصفحة الرئيسية في عنا احد القوائم المنسدلة اسمها انفستينج، نختار منها الاندستريز الصناعات. طبعا وديني على الصناعات المتاحة اللي موجودة في قاعدة البيانات تاعت ياهو. طبعا اذا عايز اشوف كل الصناعات بختار اندستري اندكس، فبيطلع لي كل الصناعات مصنفة حسب نوعها، بيسك ماتيريالز، طبعا سيرفيسز، كونسيومر جودز، فاينانشال تكنولوجي. خلينا نختار كونسيومر جودز ونختار منها الابلاينسز اللي هي الادوات الكهربية. لازلنا احنا في الصناعة، خدوا بالكم احنا بنتكلم اندستري ابلاينسز اللي هي صناعة الادوات الكهربية. طبعا لان دخلنا في قاعدة البيانات تبعت الاندستريز، منها ممكن نروح على حاجة اسمها اختار شركة، حاجة اسمها كومباني اندكس. في الكومباني اندكس انا بختار شركة محددة جوات الاندستري هذه اللي اسمها ابلاينسز. لو قلت كومباني اندكس بيعطيني كل الشركات اللي بهذه الاندستري، طبعا مصنفين الفا باتيك ومصنفين الى بابليك وبرايفت وفورين. طبعا انا بدي اختار بابليك عشان تكون شركه ليستد بالاس اي سي، انا اختار بابليك هيطلع لي بس الشركات اللي هي بابليك كومبانيز مش البرايفت كومبانيز. طبعا هنختار الشركه اسمها ناشونال بريستو اندستريز، لان في هذه الصفحه احنا دخلنا على الاندستري، ومن الاندستري سنتر دخلنا على الابلاينسز، ومن الابلاينسز دخلنا على ناشونال بريستو اندستري اللي هي الشركه اللي بنتكلم عليها. طبعا هنلاقي بعض البيانات عنها زي البروفايل تبعها، الكومبانيز بروفايل، في الكونتاكت انفورميشن، فاينانشال هايلايتس، في الهيدلاينز اللي بتطلع عن الاس اي او سي اي اوز. الان اذا بدنا بيانات كامله عنها ممكن نروح على البروفايل من خلال مور اون ناشونال بريستو اندستريز، فبنختار البروفايل التفصيلي تبعها. بيعطيني هنا في البانر على الشمال مجموعة بيانات وقوائم وأوامر خاصة بالشركة هذه. طبعا ممكن في الصفحة هذه نشوف البيزنس سامري، الكي اكزيكتيفز، شوية على الكوربوريت جوفرنانس، الويب سايت تبع الشركة عدة بنرجع له، لكن كل الأشياء اللي بتلزمنا لعمل الكيس ستادي تاعتنا ممكن نلاقيها في القائمة الموجودة على الشمال. يعني لو رحنا فرضا على الكومبيتيتورز، ممكن في الكومبيتيتورز نشوف مين هم الكي كومبيتيتورز اللي عندنا والريشوز بتاعتهم وعدد الامبلويز والانكم والجروث ريت والريفينيو والتوتال تيرن اوفر والجروس بروفيت والجروس مارجن، البي اي ريشيو، البيج، البي اس، كل الاشياء هذه هنلاقيها موجوده هم. طبعا بدنا بيانات اكثر تفصيليه ممكن نروح على الاس اي سي فيلينجز. طبعا اذا الشركه بابليك وليستد هنلاقي في الها يعني التن كي والتن كيو اللي بنحكي عليهم. طبعا التن كي انتم عارفين هو عباره عن الانيوال ريبورت، اما التن كيو هو عباره عن الكوارترلي ريبورت. يبقى نختار التن كي، اخر انيوال ريبورت صدر عنهم كان في مارش 16 2011، ففي سمري عنه في فول فيلينج، هذه موجوده في الادجار داتابيس تبعت الاس اي سي. طبعا هنا في عبارة عن تيبل اوف كونتنتس للفورم هذا، فأي جزئية من هان احنا عايزين نصلها ممكن نصلها من هان. فرضا بتكلم على فاينانشال ستيتمنت اند سبلمنتري داتا، طبعا البيانات هذه كلها موجودة في تقرير شامل. لو اخترنا هنا فرضا البالانس شيت زي ما هو موجود في الاس اي سي، طبعا هذه البالانس شيت تاعتنا، طبعا كومباريتيف ستيتمنت بين 9 و10، بين عام 2009 و2010. ايضا لو رحنا شفنا بعض الـ البيانات وبعض المعلومات الاخرى زي
زي الـ statement of زي properties owned. طبعا ممكن كمان نرجع مرة تانية ونروح على الويب سايت تبع الشركة. الويب سايت تبع الشركة ممكن نصله من خلال نروح على البروفايل تبعها، وفي البروفايل تبع الشركة في عنا هنا الهوم بيج، هنا الكومباني ويب سايت، فأنا بضغط على الهوم بيج وديني على الويب سايت تبع الشركة نفسها، لأن احنا الآن في الويب سايت تبع الشركة. طبعا في عنا هنا مع قوائم منسدلة خاصة بالمنتجات والبارتس وقطع الغيار اللي ممكن تستخدم والمانيوالز. في عنا كوكينج اند ريسيبيز يعني إجراءات طبيخ ووصفات خاصة بالطبيخ، في معلومات أخرى. الآن لو اختار المنتجات، في المنتجات خلينا نختار نبحث عن منتج له علاقة ب كوفي ميكرز. في الكوفي ميكرز ممكن نختار كده، بيعطيني كل الكوفي ميكرز المتاحة عنده اللي بنتجها والأشكال تاعتها والأرقام تاعتها. لاحظوا هذا ستوك نمبر رقم 2822 2811 9993. لو اخترنا النموذج هذا بيعطيني التفصيل عن المنتج هذا. لو رحنا على البارتس والسيرفيسز ممكن يعطينا ايش في عنا بارتس والسيرفيسز عنده، او ايش هي المنتجات اللي لها تصميم خاص. طبعا كل المعلومات هذه وكيف نتصل في الشركة وكيف نعمل اوردرين كلها موجودة في موقع الشركة. بهيك بيكون انا قدمت لكم كيف ممكن تحصلوا على معلومات من خلال الدخول الى اندستري معينة، ثم الى اختيار شركة معينة، ثم جمع معلومات عن الشركة اما من موقع الشركة او من خلال الـ SEC filling او من خلال الياهو فاينانس. شكرا.